ولتسلط الضوء على الصراع السياسي في العراق معنا من اسطنبول الباحث السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الحكومة قررت استمرار إيقاف عمل المفوضية وميليشيات الحشد حذرت من مغبة المساس بها، ما خلفيات هذا الصراع؟ نعم، شكرا لكم. حقيقة أن ما يجري اليوم بين الحكومة والمفوضية كلا الموقفين مخالف للدستور العراقي، ذلك لأن المفوضية مجمدة بحسب قرار للبرلمان العراقي. نعم. وبالمقابل الحكومة، حكومة حيدر العبادي، هي حكومة تصريف أعمال. نعم. أي تصريف أعمال يومية، ولا يحق لها بموجب هذا المسمى الموجود في الدستور، لا يحق لها أن تتخذ مثل هكذا قرارات. نعم. الأمر يفترض أن تتدخل المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور، وهي التي تمنع المفوضية من ممارسة هذا العمل، ذلك لأن المفوضية جمدت بأمر برلماني. وحتى اللحظة لم ينتهي التحقيق المتعلق بالمفوضية على الرغم من المصادقة على النتائج، لأن التحقيق كما قيل وصل إلى مرحلة 50%، ربما فقط قضية حرق صناديق الرصافة قد حجمت، أما بقية الاتهامات على المفوضية فلم تحسن بعد. وعليه ما يجري اليوم هو صراع سياسي ألبس ثوب الحكومة وألبس ثوب القانون. المسألة هنالك تناحر سياسي واضح بين القوى التي تريد الحصول على أكبر عدد ممكن من البرلمانيين لتشكيل الكتلة الأكبر. القضية ليست قضية حكومة يعني قادرة على أن تأمر. نعم. كل ما في الأمر على الحكومة إن كانت حريصة أن تسعى لإيجاد أو إنقاذ أهالي البصرة. اليوم أكثر من 1000 حالة تتمم يوميا بحسب ما ذكرت الجارديان البريطانية في البصرة، وعليه هي حكومة تنفيذ أعمال، أي توفير خدمات، توفير ماء، تستمر به الحياة الإنسانية بشكل جيد. وبالتالي نرى أن الحكومة تركت المهمة الرئيسة المناطة بها وهي تقديم الخدمات للمواطنين، ودخلت ملعب المناحرات مع بقية القوى، وهذا حقيقة مؤشر يدلل على أن الشعارات التي رفعها رئيس الحكومة حيدر العبادي هي مجرد شعارات للمساومة وللإعلام، وليس لها وجود على أرض الواقع وفي التطبيق. طيب، برأيكم لماذا تصر ميليشيا الحشد على عودة عمل المفوضية؟ يعني ما مصلحتها من ذلك؟ أنا ذكرت أن القضية كل الأطراف لا يحق لها التدخل. نعم. سواء كانت حكومية أو تمتلك السلاح، كل من يحق له التدخل هو المحكمة الاتحادية. وعلى الرغم من ذلك المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور لن تتدخل، لأن المحكمة الاتحادية كما معلوم لكل متابع للشأن العراقي هي محكمة مسيسة وغير مستقلة. وعليه هذا الخلط يدخل ضمن مفهوم غياب الدولة في الساحة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم. وعليه نرى أن القوة اليوم أو السلاح هو الذي يفرض القرار على أن تعود هذه القوة القضائية أو تلك لمداولة عملها. وهذا يؤكد ما سبق وأن أشار له الكثير من الكتاب الوطنيين على أن في العراق هي دولة ميليشيات، وحقيقة اليوم برزت بشكل لا يمكن التغطية عليه بأي حال من الأحوال. طيب، حاد العامري خرج اليوم معلنا أن ائتلاف الفتح ليس له أي علاقة بميليشيا الحشد، يعني كيف نقرأ هذا التصريح؟ لا سيما أن ائتلاف الفتح مكون من عدة ميليشيات، لماذا هذا التنصل الآن؟ هذا حقيقة الكلام غريب جدا. معلوم أن الفتح يعني هو بزعامة هادي العامري، وهادي العامري هو زعيم يعني ميليشيا بدر، وميليشيا بدر من أكبر الميليشيات الموجودة في الساحة العراقية بعد سرايا السلام. وعليه لا أدري كيف يمكن أن يخرج هذا التصريح من العامري، ربما
هو نوع من الخطوة السياسية من قبل العامري لتبرير بعض الجرائم التي نفذت، وربما هو نوع من التلميع لصورة العامري للوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يصل إلى رئاسة الحكومة لوجود اعتراضات كبيرة عليه من بعض الأطراف الإقليمية. وأنا أعتقد أن الأمر يعني يدخل ضمن السباق السياسي المتسارع من أجل الوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر للفوز بمقعد رئيس الوزراء. صحيفة ذا هيل الأمريكية تقول أن إيران تواصل دعمها قادة الميليشيات لتشكيل حكومة قادمة موالية لها. برأيكم لو خرج تشكيل حكومة من يد الميليشيات كيف سيكون المشهد؟ والله لا يمكن تطور مشهد في الساحة العراقية الحالية بدون المشهد السابق، لأن الوجوه ذات الوجوه، القوى ذات القوى. بالعكس اليوم في هذه الانتخابات نرى تغولا واضحا للقوى الداعمة لإيران من الفائزين في الانتخابات، وعليه نرى اليد الطولة لإيران هذه المرة أكثر من المرات الماضية، وعليه لا أعتقد أنه يمكن تصور مشهد في الساحة العراقية بدون إيران، ذلك لأن القوى اليوم غالبية القوى الموجودة في المشهد السياسي هي قوى تابع لإيران بشكل أو بآخر، وعليه القضية تبقى إيران هي اللاعب الأبرز على الرغم من قول الولايات المتحدة أنها تسعى لتحجيم دور إيران في العراق والمنطقة. لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق، أرى أن إيران ما زالت مؤثرة بشكل كبير في المشهد السياسي بدليل المفاوضات المستمرة بين السفير الإيراني وقاسم سليماني والمبعوث الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب حول قضية تشكيل الحكومة القادمة ومن سيكون رئيسا لها. الباحث السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.